لكم مرة عيل غبي قوي طلع له العفريت اللي بيحقق الأمنيات، قال له اطلب أمنية، الغبي قال له ربنا ما معاه رقمها. ولا مقبولة، اقف هنا يا عايز افك حصري يا استنى يا ابني لما العربية تهدي لوحدها، العربية ما بتاخدش 80 كيلو غير بعد ساعة. أنا ممكن أستنى بس أنتوا هتغرقوا هنا في البول. أو على إيه يا حبيبي؟ خليني أقف لك. اصبر يابا. إحنا كنا ماشيين على عشين بقى. انزل يا أخوي.